بالنسبة للسؤال الثاني، أول حاجة مسلم يتزوج كافرة، هذه الكافرة لو كانت يهودية أو نصرانية من أهل الكتاب اليهود أو النصارى يجوز الزواج منها بشرط أن تكون عفيفة. عفيفة من حالتين، الأولى الزنا، تكون عفيفة من الزنا، والثانية ربنا قال ولا متخذات أخدان، الخدن الصديق، يعني لو بتاعت خلط قلة أدب وفجور وفواحش ما بجوز زواجها، ولو كانت زانية ما بجوز زواجها، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنة هنا معناها العفيفة، عفيفة مع زانية ولا متخذات أخدان، ما عندهم فواحش مع الرجال، بالشرطين ديل بيجوز تزوج النصرانية أو اليهودية، لأنهم ديل أهل الكتاب وربنا حلاهم لنا وحرم نسواننا نحن عليهم، نسواننا حرام عليهم. ربنا قال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. في آية إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، أو إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، أو عفوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، كويس، ما بجوز للكافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو لا ديني أو غيرهم، ما بجوز لهم دول كلهم يتزوجوا بمسلمة. أما المسلم يجوز يتزوج بالنصرانية أو اليهودية لو كانت عفيفة. طيب أما الكافرة لو كانت من غير اليهود والنصارى ما بجوز الزواج منها، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا، يعني ما تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا. فيبقى كده المسألة واضحة. لو كانت هي مثلا زي جماعة اللي بيقولوا لهم لا دينين، هم دين ما لا دينين، دين عندهم دين لكن دين بتاع كجور، ناس اللي بيعبدوا الكجور والحاجات قاعدين في البلد دي، كويس، ديل ما بجوز لا تزوجوا لا تزوج منهم. او لو مشرك رسمي غير يهودي او نصراني لا تزوج ولا تزوج منهم.